نعم نعم. هلا الاسئله كمان اللي دائما البنات بتحاوروا فيها، اعملي ليزر بالشتاء ما تعملي بالصيف، اعملي شو بتنصح مشاهدينا الفتره المناسبه للليزر؟ ما في له وقت محدد الليزر. الليزر بالشتاء بالخريف بالربيع بهيدك تعمل اي وقت لها، بس يعني مثلا خلينا نرجع شوي للليزر. الله يخليكي احلى. يعني احنا رحنا على حكيم، رحنا على مركز تجميل، عملنا جلسه واحده، ما رجعت لزبوني السيده كملت المشوار تاعها لهذا الطبيب او خبير التجميل، بقولها عندك موعد بعد شهر الساعه 4 الساعه 3 بدك تكوني موجوده عندي. الطبيب او خبير التجميل بفهم شو ليش حط لها للساعه مثلا للساعة 4 أو للساعة 5 أو للساعة هيدا، مشان يكون مفرغ نفسه يشوف شو هالنتيجة اللي طلعت عندها السيدة. فهمتي علي كيف؟ هل بنكمل لها، هل ما بنكمل، هل بتستجيب هل ما بتستجيب. فأنا بنصح كل سيدة تنظم مواعيدها. فهمتي علي كيف؟ مش عملنا جلسة بعد 4 شهور روح نعمل كمان جلسة، لا نتابع بعد شهر نرجع، بعد أسبوعين ثلاثة نرجع شهر يعني هي يعني هو تقريبا هو أيام. شهر 10 أيام، لو شهر راحت مش مشكلة. تراجع شوف الطبيب أو خبير التجميل لكي يعطيها كمان النصائح الطيبة والنصائح القيمة لهيك كيف بدنا إحنا نحافظ على ونقيم نحافظ على بشرتنا ونزيل هالشعر الموجود في البشرة اللي عندنا. هلأ بين يعني كل جلسة وجلسة لازم شهر وعشر أيام حتى لو ما طلع أكيد. الشعر يعني بيكون هو لسه تحت الجلد، فعشان تضعف الشعرة تضعف الجذور لازم كل شهر عشر أيام نكون كل دائما تكوني متابعة كل شهر مش كل شهرين كل ثلاثة لتعملي الليزر. هلأ بعد الفيشل تنظيف البشرة نقدر نعمل ليزر؟ لا. بعد قديه؟ لا بدها تعمل فاشن لا بدها تعمل ليزر، الاثنين مع بعض ما بصير. مثل ما حكينا عن الصبغه وعن التمليس ما بصير بنفس اليوم. احنا لازم نعمل اول شيء ننظف بشرتنا ونجهز بشرتنا تستقبل هالكولاجين وهالهيدروجين وهالهواء. بعد اسبوع نذهب نروح للحكي لخبير التجميل او الدكتور لكي يعمل لنا الليزر. اما الدكتور ما بيقدر يعمل خبير يعمل بنفس الوقت تنظيف بشره ويعمل بيلينج او كريستال او كذا ولاخرته من الوضع هذا الا بعد الليزر. فهمتي علي كيف؟ تعملي لا هاي لا هاي قبل، فالافضل نعمل احنا تنظيف البشره قبل باسبوع بعدين نراجع نعمل ازاله الشعر لخبير التجميل او لمراكز التجميل او للدكتور نقول له بدنا نعمل ازاله الشعر، عنا لقينا في شويه شعر عنا بدنا نقيمهم. وفي البدايه زي ما حكيت في بدايه حديثي قبل شوي انه كل سيدي شافت اربع خمس شعرات بدقنها تعمل فحص هرمون وتراجع خبير التجميل لكي انه يقيم لها هالشعر هالموجود. هلا الطرق التقليديه كازاله الشعر احنا متعودين عليها يعني الطرق التقليديه خيط سكر، هلا بتزيد من نمو الشعر؟ هون الستات بعرفوا بالشيء هذا اكثر مني انا يعني، بس لكن احنا بنحكي كناحيه علميه. هلا مسكنا الملقط ملقط الحواج ومسكناه عملنا بالشعرات هيك طلعي مسكناها وعملنا تك، نفس الحلمة تاعت بسيلة الشعر وموجودة بسيلة الشعر والكراتين تاع الشعر والحراشيف الشعر فتحت، ففي نفس الدقيقة بتكون هالصمغيات وهالمادة هالميلامين وبتطلع على هالشعرة، بعد يوم يومين بتطلع على هالشعرة. احنا لازم نمشي عكس اتجاه الشعر الموجود سواء بالشوجر نحكي يعني عن المكشوف، سواء بالشوجر سواء بالواكسينج سواء بالملقط سواء بالخيط. هلا انت بتروحي على الكوفير او الكوفيره بدي اعمل حواجبي بالخيط بدي اعمل كذا، النتعه هاي تك لما بتعمل لك هيك وبعمل هيك الحلاق اوكي يا الله نظفنا ما احلانا ما احلانا ما احلانا، بس ولكن ما عرفنا كيف لبعد شو بده يصير لبعد شو بده يصير وما عرفنا كيف انعكست الشعره. هلا مش عكس الشعره مسكنا الخيط هيك مسكنا الخيط هيك مسكنا الملقط هيك. فهي نصيحه مني خبير تجميل يعني وبعرف هالحكي هذا، انك تقولوا له كيف عكس الشعره بدها تبين لعنا، مش الشعره طالعه هيك ناخذها في الطريقه هاي، الشعره هيك ناخذها في الطريقه هاي، لا عكس الشعره هيك ناخذ الخيط هيك. فبترتاح الشعره. صديق البرنامج عبد الله السواعير متابعه كثير. والله حبيبي هذا عبد الله، والله يا عبد الله انك حبيبي عن جد. صباح الخير عبد الله. صباح الخير عبد الله السواعي يا ستي وليس السواعير. السواعي. صباح الخير كيفك؟ الله يحييك ودائما منصب عليك ومتابعينك انت ومسيو خليل وبنقول لكم صباح الخير ومنورين شاشه نورمينا. اكيد منوره بوجودكم، انت دائما من متابعينا ومتابعين مسيو خليل. الله يسعدك، انا متابع كل برامج قناه نورمينا
وخاصة برنامجكم يعني مع المسيو خليل اللي دائما منور شاشة نورمينا، ويعني حقيقة من اللي بحييهم يعني. وكمان احنا يعني بنحييه مسيو خليل وانت استاذ احلام يعني. وبالتالي انا يعني سؤالي واول شيء بقول له صباح الخير. يسعد صباحك حبيبي يا عبد الله، يسعد صباحك انت. الله يحييك وانا بصب عليك وحقيقه يعني. طيب من المعجبين بادائك. وكمان مسيو خليل سؤالي لك يعني الان احنا في عندنا اكاديميات، في عندنا اكاديميات للتجميل في عمان، في العاصمة، في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن بينها يعني فيها كمان، ما بدي يعني أعمل أسماء للأكاديميات، في أكاديميات معروفة يعني. أنت عندك الآن بدنا إحنا يكون أكاديمية يكون يتدربوا فيها الصبايا، يتدربوا فيها الشباب، أكاديمية اسمها أكاديمية مسيو خليل السيد يعني. كأنت رجل معروف حقيقة، ويعني من اللي دائما احنا بنحييك ومعروف في كل المملكة. ويا ريت انه يكون عندك أكاديمية لتدريب الشباب والشابات سواء كانوا الأردنيين والعرب، ودائما مشكورين على جهودكم، ومن خلالكم كمان بنصب على سيدنا. الله يسعد صباحك، صباح سيدنا وصباح الوطن الجميل. اخ عبد الله معي انت؟ نعم معك. اول شيء بدي اشكرك، دائما انت بتتصل في، انا نفسي اشوفك اتعرف عليك يعني. متابعينا يعني انت من هالشباب الطيبين جدا، ومن الشباب اللي عندك فكر رائع جدا، وانا بشكر هالعقل هالسليم اللي عندك. لكن احنا بنقول للاكاديميات، انا اول اكاديمي عندي في الاردن، انا عملت اكاديميه خليل السيد للتجميل معروف، فهمت علي كيف؟ واحنا اعطينا محاضرات واعطينا على التي في، وسواء بحلقات على ال بي سي او على هي او على تلفزيون الاردني، وصلنا المعلومات هاي، حتى بنورمينا وصلنا المعلومات كثير للمشاهد. فهذه الحمد لله رب العالمين، احنا بنعطي الفكره السليمه والفكره الجيده لأبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن عن كافة أمور التجميل. فأنا بشكرك جدا 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 على اتصالك في يوميا أخ عبد الله، فلك مني كل الحب والاحترام. مسيو خليل تفضل. يا سيدي أنا بتمنى أن يكون في هناك يعني توسع للأكاديمية. أنا بعرف يعني الأكاديمية مضبوط اللي عندك، وفي منطقة تلاع العالي بالذات يعني، أنا بعرف عندي خلفية كبيرة عنك ومعرفات يعني وافي وشافية عنك، ومعروف لكل الأردنيين وكل العرب. الله يخليك. العربي أكاديمية خليل السيد أو مسيو خليل السيد، فلذلك أنا بدي تكون توسع لها في المملكة يعني، عدا عن العاصمة في عمان، ليش ما يكون كمان في مدينة السلط، في مدينة إربد، في كل المحافظات، لأنه أنت معروف كمان في الوطن العربي، وأنا بديش أكبر رأسك يعني، بس أنت معروف يعني وغني عن التعريف. وكمان من حي أختنا الأستاذ إحلام والمخرج المتعلق على الفاعوري، وانت معروف لكل الجميع، لكن نتمنى توسيع للأكاديمية في كل المحافظات. نتمنى. شكرا لكم يا سيدي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى. انا صار نفسي استضيفك بالبرنامج. والله يا عبد الله انا عن جد كمان نفسي استضيفك معي من كثر علمك وهالفكر اللي عندك هالجيد. فبشكرك اخ عبد الله، ونتمنى نتواصل معك دائما. شكرا لازم حبيبي. لازم نشوفك يوم بالقناة عبد الله. نرجع لموضوع إلك. اخ عبد الله ست احلام، انا بشكرك جدا اخ عبد الله. بالنسبه للاكاديميات الموجوده، احنا اكاديميات التجميل اللي بتدرس عندنا هون بالاردن، فبديش احكي هالعباره، بس انا بدي اشكرهم جميعا. هم اساتذه عندهم فكر وعندهم علم، وفي سيدات عم بدرسوا عندهم فكر وعلم وتكنيك علمي في الفاشن وعلم البشره وعلم الجمال. اما للشغلات الثانيه نقول مثل البوتوكس والفلاير وإزالة الشعر، هاي بدها اختصاصيين لهم خبرة طويلة في إزالة الشعر والبوتوكس والفلاير والعناية بالشعر. مش كل واحد يعني أكاديمي له الخبرة الكافية لكي يعطي هالملحوظة الصحيحة للسيدة. فإحنا بنتمنى من هالشباب الطيبين ومن هالأكاديميات، وإن شاء الله رب العالمين بوعدك إلا أزور المحافظات وأرتب لك سيستم معين لكل محافظة، وأنا زرتهم إن شاء الله كمان مرة راح أزورهم وأعمل محاضرات علمية عن كافة التجميل وأمور التجميل التي أنت بتحبها أستاذ عبد الله وبحبوها السيدات في عندنا في الأردن الحبيب.
اكيد. وصار لازم نستضيف عبد الله متابعينك. والله عبد الله انا شايفه بيشتغل يمكن كوفير من اليوم بتابعك عشان ياخذ معلومه جديده ويشتغل على طريقتك. يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك. تابعنا عبد الله واكيد احنا دائما يعني دائما عم نستنى تليفونك لانه انت من متابعين وصديق مع مسيو خليل بحلقة التجميل. الله يخليك يا رب. مسيو خليل هلا حكينا اكيد الشيء المهم الكثير اللي كثير صحة قالوا لي البنات أركز عليه سؤال ما بعد السباحة بدنا نعيد لأن ده مهم كتير للبنات ما بعد السباحة الليزر يعني عادي أو مش عادي أو قد الفترة لازم تكون بعد السباحة. أنا بنصح كل سيدات اللي بيعملوا لايت أو ليزر عدم السباحة لبعد 3 أيام ما تسبح. بعد 3 أيام تسبح. نكمل السؤال بس ناخد اتصال من نور. هلا نور صباح الخير. صباح النور. هلا كيفك؟ الحمد لله مشكلة أمها. من وين تحكينا نور؟ من عمان. من عمان. شو سؤالك لمسيو خليل؟ أنا والله عندي سؤالين بسأله لمسيو خليل. أول شيء بدي أسألك كيف شايف البرنامج معنا؟ لا كتير تمام كتير يعني كويس ووقته كتير كويس. إنه عم تستفيدوا يعني بمعلومات بخبرة مسيو خليل؟ سوري؟ عم تستفيدوا بالمعلومات وخبرة مسيو خليل؟ لما كمان سمعت بخصوص الشعر اللي بيكون على الوجه وبكون يعني أنا عندي سؤال بدي أسأله مسيو خليل. تفضلي. صباح معك مسيو. صباح الخيرات أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية وشكرا لك حبيبي. الله يعافيك. يا أهلا وسهلا فيك. يعني أنت بهذا البرنامج بتوفر علينا شغلات كثير مسيو. الله يخليك. تفضلي. الله يسعدك مسيو. أنا أول شيء سؤالي أنا عملت تمليس كريستال لشعري. نعم. أوكي. عملتي تمليس كريستال لشعرك. طيب بعد ما عملت هذا التمليس صبغة شعري شو صار بشعرك؟ عملت صبغة لشعري. عملتي صبغة يعني عملتي اول تمليس بعدين عملتي لشعرك يعني عملنا اول اشي احنا التمليس بعدين صبغنا لشعرك. نعم. طيب كيف لقيتي شعرك؟ لا بعد ما عملت الصبغة ولا كنت ملسة ولا صبغة ولا تمليس كأنه. طيب شو سؤالك الثاني؟ يعني ناشف كتير أعطاني ناشف كتير يعني نشف شعري كتير. طيب شو سؤالك الثاني؟ أنا هلأ بيطلع على دقني بيطلع هيك شعر يعني كان أول إشي إشي قليل بس لما صرت أشيله صار يطلع كتير. طيب احنا كنا هنحكي في هذا الموضوع. ايه لقيتك مسيو هلا انا فحصت للغده وللاشياء هاي وما بخذ ادويه اللي تعمل انه تطلع الشعر وإشي. فبدي اسالك سؤال في ناس نصحوني بزيت النمل. زيت النمل. زيت النمل. طيب شكرا اخت نور. ان شاء الله انا بدي اجاوبك على سؤالك. اول شيء بالنسبه بالنسبه للتمليس اللي عملتيه انت انا يمكن ما بعرف شو المواد اللي حطوا لك اياها بعض الزملاء الاكارم اللي عملوا لك اياها ولكن احنا في طريقه التمليس اللي هو نقول احنا حكينا عنه احلام عن التمليس وعن شيء نوعيه الشعر هل بتستعمل التمليس اما بتستعمل التمليس فهو عمل لك لازم يعمل لك فحص علمي مفروض تشوف الشعرة عندها اكيد يعمل لك فحص من اسفل الشعرة على عملية التمليس هل التمليس بتجاوب للشعرة اما بتجاوب للشعرة فاذا الكوفير وخبير التجميل قدر انه شاف تجاوب معه بيقدر يكمل يعمل لك هالتمليس هيدا 100% بطلع معك.